بيكم من جديد مع هيثم. انا حبيت اخد المنظر الفوقي ده للصاله. احنا في صاله دلوقتي 4.1 والخاصه بالملابس الحريمي والرجالي مختلط يعني كلها. زي ما حضرتك شايفين كده الملابس تحتينا اهي، وفي يعني شركات ثانيه عارضه كلها. بحاول امشي بالموبايل واحده واحده، برضو دي كلها ملابس زي ما انتم شايفين. وزي ما تلاحظوا كده زي ما تقول الاقبال ضعيف شويه في موضوع الملابس بالذات. زي ما قلت لحضراتكم كده المرحله الثالثه عامه بيبقى الاقبال فيها ضعيف شويه. الحاجه الثانيه ان الملابس بيبقى معظم البلاد فيها صناعات ملابس، حتى اللي بيشتري مش بيشتري من المعرض بيني وبينكم بصراحه، بيجي على جوانجو، بنروح على الاسواق اللي هي سوق الاخوه او للملابس او السوق الاوروبي او الاسواق بتاعه الاطفال في جون شامبالو عشان ياخدوا استوكات من هناك، بتبقى ارخص بكتير. او ممكن البعض يجي هنا عشان ياخد نظره عامه، ياخد نظره على الموديلات والالوان والاشكال الجديده وياخدها ويروح برضو على المنطقه اللي هي اللي فيها المولات عشان يصنع عندها او يصنع عندهم. ويمكن ممكن تكون نفس الشركات، غالبا نفس الشركات، لان هي نفس الشركات برضو اللي موجوده في المولات التجاريه او في الاسواق برضو. ولكن انا حبيت انقل لكم صوره كبيره عامه للمعرض او للصاله اللي فيها بيعرض فيها الملابس عامة بصفة عامة. زي ما حضراتكم شايفين ده مصنع بتاع ملابس حريمي اللي احنا واقفين فوقه ده على طول، مصنع ملابس حريمي. في بقى برضو الناحية التانية هنا في رجالي وفي شبابي وفي حاجات ترنجات وفي حاجات جواكت. طبعا مش بيتعلق بالموسم، هو المعرض موجود اللي عشان المصنع بيعرض منتجاته سواء صيفي شتوي رجالي اطفال على حسب ما هو متخصص هذا او متخصص هذا المصنع. زي ما قلنا دي رؤية عامة للصالة كلها حبيت ان انا اجيبها لحضراتكم. خليكم معانا، هنروح دلوقتي على قسم الادوات الرياضية وناخد نظرة هناك. كنتم مع هيثم، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.